السلام عليكم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كل عام والأمة الإسلامية بخير رسميا مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445 2024 قبل التفاصيل يا بيت ما تنسوش دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وما كمان تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد كل سنة وحضراتكم طيبين نشر مركز الفلك الدولي بيان هام عن موعد عيد الفطر مبارك لعام 2024 وقال فيه ان رؤيه هلال شهر شوال اليوم الاثنين ستكون مستحيله من جميع مناطق العالم الاسلامي وذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس وقال ايضا ان رؤيه الهلال غدا الثلاثاء ستكون ممكنه بالعين المجرده من العديد من مناطق العالم الاسلامي، وأضاف ايضا ان العديد من الفقهاء والفلكيين يشاهدون انه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس اليوم الاثنين لان القمر غير موجود في السماء وقتئذ وعليه فان رؤيه الهلال ستكون مستحيله في ذلك اليوم استحاله قاطعه من تلك المناطق، كما اعلن مركز الفلك الدولي وقال ان الفقهاء يرون انه لا تعارض بين هذه التوصيه وسنه النبي عليه افضل الصلاه والسلام بتحري الهلال اذ ان هذه التوصيه متعلقه فقط بالحالات التي نعلم فيها مسبقا ان القمر غير موجود في السماء بناء على معطيات قطعيه وبذلك فإن تحذيه ونحن متأكدون أنه غير موجود قد يبدو وكأنه تهميش للعقل والعلم ومن بين الفقهاء الذين دعوا لمثل هذه الخصوصية حتى قبل انعقاد المؤتمر معالي الشيخ عبد الله ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي هناك وعليه أعلن مركز الفلك الدولي أن الأربعاء الموافق العاشر من إبريل لعام 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024 وأول أيام شهر شوال للعام الهجري 1445 سنوفي حضرتكم بإذن الله حين الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية وأيضا جميع الدول العربية والإسلامية عن موعد عيد الفطر المبارك تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وكل عام وأنتم بخير